قصة يا قطة. الله صحيح يا خالتي، انت خرجتي النهارده تتفسحي في المنتزه، جرالك ايه؟ نسيتي خلاص؟ هتسيبي حقك من البنت اللي اسمها حنة دي؟ طب هو وقلت سحراله، انتوا عملت لكم ايه؟ واحدة غيرها كان زماننا بنترحم عليها دلوقتي. بقالك قد ايه مع شيرين يا عايشة؟ العمر كله يا خالتي، ده انت اللي مربياني. اديكي قلتيها. وتعرفي عني اني بسيب حقي؟ بيقولوا ان اخد الحق حرفه، وبيقولوا برضو يا فرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ما لقيتش حد يلمني. ودي مش بس اتفرعنت، دي اتفرعنت وعششت وعلمت علينا كلنا. خليكي فاكره يا خالتي، انت ظهرنا وتعلم عليكي. بصراحة يا خالتي عيشة عندها مليون حق، ده أنا كنت مستنية قلم يطرقع على وشها يسمع اسكندرية تمن من أبو قير للساحل الشمالي. لا يا شيخ، ونقلبها خناقة عيال بقى، أنا أضربها وهي تضربني، إيه الحلاوة دي؟ أنت حمارة يا بت. لا يا خالتي، قطة تربيتك. ماشي يا تربيتي، يبقى تفهميني بقى، أنا عايزاكي تسيبي كل اللي قدامك واللي وراكي وتمشي لي ورا ايه؟ حنة. صح؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي بطلي تنطي في بقي، افهميني بقى، انا مش ناقصني انا متعصبه على اخر. انا عايزه ام الحيه تعبانه الكبيره توحيده، تعرفين ايه اللي وراها؟ ولا وراها اي حاجه غير انها متجوزه راجل اهبل ومحدش يعرف عنه اي حاجه يا خالتي. ده انت اللي هبله، مفيش مخلوق في الدنيا ما وراهوش حاجه. برضه جيبي لي قرارها، والراجل اللي انت قلت عليه متجوزاه ده تعرفي لي عنه كل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة، فهمتي؟ ماشي يا خالتي. ماشي. انت بتدخلي يا بت من ورايا؟ وربنا ما بسجر يا خالتي، أنا بولع لك الشيشة بس. أمال سيجارة مين دي؟ معرفش. أمال مين اللي هيعرف يروح أمك؟ في حد دخل البيت من ورايا ولا إيه؟ ده ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ خش نام يلا. لا انا عايز اقعد العب شويه. بقولك اسمع الكلام، خش نام. هاجي يا ماما. ها. ما تقوليش يا ماما، انا مش ماما، انت امك واخده تانيه غيري، وانا ابني هجيبه يعيش معايا هنا غصب عن عين اي حد. امشي من قدامي. اللي بعمله ده بس يا رب يا رب من العالم يا رب، كده كتير كده كتير علي يا رب، كتير يا رب، كتير كتير. السلام عليكم. عمنا ازيك يا عزة؟ اخبارك؟ ازيك يا رجاله؟ ازيك يا رايس؟ بابا كبير. معلم عزة ترسكوا على قصه؟ سلام يا رايس. بقول لك يا عزت، عمي خميس ميت لمس شعره منه. عزت روق يا نصار، هو احنا اول مره نشتغلوا مع بعض ولا ايه؟ ماشي على بركه الله. يلا رجال. يلا رجال. ماشي عيسى. ازاي بنت عالم باللي في قلبي يا رب يا رب. احنا غلابة قوي والله يا رب، فك دقيقتك يا نصار. نبي يا رب خلي بالك منه، ده غلبان وطيب وتاب ومش هيعمل حاجة حرام تاني. انا عارفة ان طريق التوبة صعب، بس ما يصعبش عليك يا رب، ساعده ونجيه يا رب. رجعك يا عم خميس بالسلام يا رب، يا عم خميس يردك لبيتك ولينا.
دول اكتر اتنين بحبهم. والنبي يا رب، والنبي يا رب ما ترد لي دعوة، والنبي يا رب استجب لي. انا مش طالبة بس غير ان ربنا يسترها معنا يا رب. اترك ورضاك يا رب. بقول لك ايه؟ عيسى الوزير مأمن نفسه جامد. والبت دينا قالت لي انه مش في الاوتيل. يبقى عم خميس اكيد جوه. خد الرجاله واعمل اللي قلت لك عليه بالظبط. ماشي يا بس. يلا. يلا رجاله. اسمعت! ربنا قسمها على اتنين، ليه عايزها تبقى واحد يا ابن ابويا؟ اقف مكانك الدوار. ايه ده بس؟ احنا مش جايين نتناوش. لا جايين عايزين عيسى الرزاق. ايه ده؟ الله الله الله. وعيسى مكبرها ليه كده؟ مش عارف. وانا بقالي 8 سنين ما عملتش اكشن. ما يغركش الاجسام دي، ده علم خواخر من الدريه ورا السلاح. لا لا، شكلها نمره واتعملت علينا. مش مهم نمره ولا ما نمرهاش، احنا عايزين نخلص من عيسى بدل ما اقول لك شلت شغلي وقلبتوني في حاجتي والفيلم الهندي اللي هو عامله. الحمد لله على السلامة يا عتاولة. يا حبايبي وحشتني، وقفتكم في ظهر بعض.